أهلا فيكم مجددا. وصلنا للسكشن الأخير بتشابتر 14 اللي هو سكشن بعنوان لاجرانج. فكرة لاجرانج باختصار هي خلينا نقول هي إشي مكمل للإشي اللي أخذناه ب14.7 اللي هو الأبسوليوت ماكسيموم والمينيموم. يعني هاي القوانين اللي راح نستخدمها هي قوانين هدفها بالأساس أوصل لأبسوليوت إكستريم، سواء كانت أبسوليوت ماكسيموم أو كانت أبسوليوت مينيموم. تمام، هي من خلال شيء بنسميه لمدة. هاي اللمدة مش ضروري نفهم كثير هي شو معناها كلمدة، تمام، لكن احنا حنيجي نستخدمها كعامل مساعد لايجاد الابسوليوت ماكسيموم والمينيموم زي ما حنشوف بالاسئله اللي قدام. حنيجي نستخدم القوانين التاليه: اف سب اكس بتساوي لمدة جي اكس، اف سب واي بتساوي لمدة جي واي، واف سب زد بتساوي لمدة جي زد. وفي عندي معادله حتكون لجي اكس واي زد. خلينا نشرح هيك شغله بسيطه. احنا متعودين انه في عندي فانكشن حيجيني في الامتحان اما اف اكس واي او اف اكس واي زد، تمام، حيكون في عندي هذا الفانكشن. هذا الفانكشن احنا بنسميه الفانكشن الاساسي، هو اللي انا بدي احسب له الابسوليوت ماكسيموم او الابسوليوت مينيموم. الان بالامتحان قلنا انه احنا في بعض الاسئله بيجي بيعطيني فيها شرط، هذا الشرط بيكون عباره انه انا الكريتيكال نمبر تبعوني لابد انهم يكونوا داخل مثلا منطقه معينه. هاي المنطقه المعينه ممكن تكون على شكل اقتران، هذا الاقتران هو اقتران الجي اللي هو الشرط اللي معطيني اياه في السؤال، اللي بيقول لي انه انا لابد اكون في داخل هاي الجي، او لابد اني انا لما اجي اطلع الكريتيكال نمبرز تكون على هاي الجي. بسكشن 14.7 كانت الجي بالنسبه لنا كانت عباره عن اقترانات بسيطه، يعني اخذنا اخر سؤال ب 14.7 كان على شكل مثلث، فكان كل خط من خطوط المثلث هو عباره عن اقتران جي بحد ذاته، فكان عندي جي 1 جي 2 جي 3. كيف كنت اتعامل معه؟ كنت امسك هذا الاقتران واعوضه في اف وأحل سؤال بسيط. لكن حتلاقوا هلأ بهذا السكشن أنه أنا حيكون في عندي اقتران للجي اقتران زنخ، شكل هذا السؤال شكله زنخ، فما بحله باستخدام التعويض، يعني ما بمسك هذا بحطه في الإف. رح نتعلم له هاي الطريقة، رح يجي أتعامل أنه هذا اقتران لحال وهذا اقتران لحال. بشتق الإف بالنسبة لإكس والجي بالنسبة لإكس، لكن الجي بضربها بلمدة. الإف بشتقها بالنسبة لواي، الجي بشتقها بالنسبة لواي بضربها بلمدة. إف بشتقها بالنسبة لزد، جي بشتقها بالنسبة لزد، لكن الجي برضو بضربها للمدة. لاحظوا كم مجهول أنا عندي حيكون بالسؤال. الكريتيكال نمبر في حال كان السؤال مكون من إكس واي زد، ففي عندي أنا البوينت هي عبارة عن ثلاث نقاط إكس واي زد، فأنا عندي ثلاث مجاهيل زائد لمدة. هيك أنا صار عندي كم مجهول؟ صار عندي أربع مجاهيل. فأنا عشان أطلع أربع مجاهيل نحتاج أعمل أربع معادلات. هي المعادلة الأولى، المعادلة الثانية، المعادلة الثالثة، والجي نفسها، معادلة الجي نفسها راح أعتبرها معادلة رقم أربعة. الجي نفسها هي معادلة رقم أربعة. خلونا نفهم هذا الإشي أكثر من خلال إكزامبل. السؤال بحكي لي find extreme values لـ fxy بتساوي x squared زائد 2y squared. مبدئياً هذا السؤال بس xy ما فيه z. بحكي لي on the circle، بيشبه السؤال اللي أخذناه آخر إشي بـ 14.7 كان on the triangle هداك، لكن triangle بحكم إنها معادلة بسيطة إجيت اعتبرت إنه كل خط في التريانجل عبارة عن اقتران وعوضته جوا الإف. لكن هاي تخيلوا لو أنا مثلاً بدي أخلي هاي المعادلة y بتساوي جذر 1 ناقص x تربيعه، بدي أمسكها أعوضها هون وأبلش اشتقاق، هيطلع معي شكل زنخ. لكن هاي طريقة بتحل السؤال. هلا نتذكر شغلة قبل ما أبلش حل، إنه هذا السؤال شو طالب مني؟ on the circle. اتفقنا إنه ممكن السؤال يعطيني on the circle وممكن يحكي لي on or inside، يعني ممكن يطلب مني أطلع النقاط الداخلية والنقاط الخارجية. هلا النقاط الداخلية بجيبها من خلال إني أشتق الاقتران الأصلي بالنسبة ل x، f sub x أساوي بالصفر، f sub y أساوي بالصفر، تمام؟ هو مش مهتم بهاي النقاط، هو بده النقاط بس اللي موجودة على هاي. بحكم هذا الاقتران انه اقتران مش بسيط راح استخدم طريقة لاجرانج. خطوة رقم واحد للاجرانج، بمسك هذا الاقتران جيبوا الواحد هون، راح يطلع معي x تربيع زائد y تربيع ناقص واحد بتساوي صفر. x تربيع زائد y تربيع ناقص واحد بتساوي صفر، تمام. وهذا كلياته راح اجي اسميه as ايش؟ fxy او g sorry xy z. هي g xy z بتساوي x تربيع زائد y تربيع ناقص واحد، تمام؟ وهاي المعادلة بالنسبة إلي مباشرة بعتبرها معادلة رقم أربعة، نعتبرها إحنا معادلة رقم أربعة، أو بهذا السؤال بحكم إنه ما في زد راح تكون هي بالنسبة إلي معادلة رقم ثلاث، تمام؟ راح أستفيد أنا منها بالحل. هلأ منبلش، شو هي معادلة رقم واحد؟ معادلة رقم واحد بشتق F sub X وبحكي إنها لازم تساوي لمدة في G sub X. F sub X عبارة عن 2X تساوي لمدة، جي سب اكس برضه عبارة عن ايش؟ عبارة عن 2x. الآن المعادلة الثانية، هاي معادلة رقم واحد. المعادلة الثانية f سب y بتساوي لمدة جي سب y. f سب y هي عبارة عن 4y تساوي لمدة
في 2y، هاي معادلة رقم 2. هلأ ما حد يجي يحكي لي بنختصر x مع x ومنطلع لمدا. لمدا إشي ما بهمنا أبدا إيجاده، ما بهمني أبدا أطلع قيمة لمدا، ولا أنا بهمني أطلع x y، أنا بدي الكريتيكال نمبر تبعي بهذا السؤال. طب كيف بطلعهم؟ أسهل طريقة دائما تقسموا المعادلة الأولى على المعادلة الثانية. ليه؟ لأنه لما تقسموهم اللمدا مع اللمدا شو بصير؟ بيروحوا مع بعض. هلأ دائما لما يكون عندكم معادلتين كنتم متعودين أنتم دائما تتعاملوا حذف أو تعويض، أنتم مسموح تعملوا بين المعادلتين العملية الحسابية اللي بدكم إياها، بزبط تضربوهم بزبط تقسموهم. فإحنا نيجي نقسمهم بيطلع عندي 2x، طبعا أنتم ممكن تخسروا هاي الاثنين مع هاي الاثنين وهاي الأربعة وهاي الاثنين بضل الاثنين، فبيطلع عندي x على 2y بتساوي لمدا x على لمدا y. لمدا ولمدا راحوا، أنا أصلا هدفي تروح لمدا، أضرب وضرب تبادلي، بيطلع عندي xy تساوي 2xy، xy تساوي 2xy. شو يجي واحد يختصر x و ما بصير نقسم على x و y لأنهم ممكن تكون قيمهم بتساوي صفر، منودي هاي على الجهة الثانية، فبطلع عندي 2x y ناقص x y، يعني 2 من إشي معين ناقص واحدة من x y نعتبرهم قيمة واحدة، يعني بضل عندي x y واحدة، x y تساوي صفر. شو معنى x y بتساوي صفر؟ معناها إنه إما x تساوي صفر وإما y تساوي صفر. ممكن واحد يجي يحكي أوكي خلص هاي النقطة تبعتي هي صفر صفر. خطأ. ليش النقطة تبعتنا مو زيرو زيرو؟ نتأكد. لو جيت عوضت مكان x صفر ومكان y صفر، هل حيطلع الجواب صفر؟ أو هل حيطلع الجواب سري واحد؟ طلع الجواب صفر. معناته هاي النقطة لا تعتبر critical صفر صفر. أنا عندي x صفر أوكي وعندي y صفر أوكي تمام، لكن هذا لا يعني إنه في عندي نقطة مع بعض x صفر y صفر. السبب إنه هاي ما بتحقق الشرط الأساسي. هو بحكي لي أنا بدي نقطة تكون على السيركل. شو يعني على السيركل؟ لو عوضت معادلة السيركل يطلع الجواب واحد. طب شو لازم أعمل؟ باختصار بعوض الـ x بتساوي صفر هون وبطلع y، من هون بطلع معي y بتساوي واحد و y بتساوي سالب واحد. ولما نعوض y بتساوي صفر بطلع معي x بتساوي واحد و x بتساوي سالب واحد، وبالتالي طلع معي أربع نقاط. النقطة الأولى صفر واحد، صفر سالب واحد، واحد صفر تمام، واحد صفر وسالب واحد صفر. هدول الأربع نقاط كلياتهم يعتبروا critical numbers، كلياتهم يعتبروا critical numbers، جبتهم بطريقة لاجرانج. الآن هل في critical numbers تانيين؟ آه في، لما أشتق هاي أسويها بالصفر وأشتق هاي بدلالة X يعني أسويها بالصفر وأشتقها بدلالة Y أسويها صفر، بس هو مش مهتم فيهم، هو بده بس الكريتيكالز اللي على السيركل. طب شو بعمل فيهم؟ بعوضهم في الإف. وين بنعوضهم؟ نمسكهم بنعوضهم بالإف. أعلى ناتج تعويض absolute maximum، أقل ناتج تعويض هو absolute minimum تمام؟ هاد اللي هو خلينا نحكي الإشي البسيط على اللاجرانج. هلا بالامتحان ما بطلب منكم تكملوا للآخر بأسئلة المالتيبل تشويس. شو بطلب منكم؟ بطلب منكم بس شو هي معادلات اللاجرانج، بطلب منكم شو هي معادلات اللاجرانج. فبتيجي بتحكوا له معادلة الأولى x بتساوي لمدا x، y بتساوي لمدا أو 2y بتساوي لمدا y، بيكون طالب زي هيك وبعطيكم خيارات. هذا هو الإشي اللي بيجي، يعني النوع الأول من الأسئلة اللي ممكن يجي على اللاجرانج. النوع الثاني هو الأهم اللي هو الأسئلة اللي بتيجي بهاي الطريقة، وهي أسئلة بتشبه شوي إشي أخذتوه بالتوجيه اللي هو موضوع تطبيقات القيم القصوى، لكن هون حيكون أحلى شوي من الإشي اللي أخذتوه بالتوجيه وحنستخدم له طريقة لاجرانج، حيطلع معنا الحل إشي كتير سهل. شو بحكي لي السؤال؟ سؤال بحكي لي find dimensions of the box، بحكي لي أوجد أبعاد البوكس اللي الفوليوم تبعه 1000 سنتيمتر cubed that has minimum surface area، that has minimum surface area. بمثل هذا النوع من الأسئلة دائما رح نيجي نشوف نوعين من الاقترانات، حنتعامل مع نوعين من الاقترانات. حيكون في عندي اقتران بسميه الاقتران الأساسي، والاقتران الأساسي هو الاقتران اللي أنا بدي أحسب له الماكسيموم والمينيموم. الاقتران الأساسي هو الاقتران اللي أنا بدي أحسب له الماكسيموم والمينيموم، يعني أنا باجي بشوف السؤال هو بده إياني أحسب ماكسيموم ومينيموم لإيش؟ يعني إحنا دائما نحسب ماكسيموم ومينيموم لإف الإكس، تمام؟ اللي هو الاقتران الأساسي. فبالنسبة لي الاقتران الأساسي بهذا السؤال هو اقتران السيرفس أريا، اقتران السيرفس أريا. ليش؟ لأنه بده إياني أطلع مينيموم سيرفس أريا. إحنا دائما الماكسيموم والمينيموم نطلعها للجي ولا للإف؟ دائما للإف، تمام؟ الجي هي عبارة عن شرط بالنهاية. فإحنا بهذا السؤال لو فرضنا إنه أنا عندي كيوب، أو سوري مش كيوب، هو أنا عندي بوكس تمام، يعني مو شرط أنه يكون عبارة عن مكعب، تمام؟ أبعاده مثلا X ممكن Y Z، هيك إحنا نسمي أبعاده. هلأ أنا في عندي معادلتين، المعادلة الأولى بحكي لي حجم البوكس يعني الفوليوم تبعي هو عبارة عن إيش فوليوم البوكس؟ هو عبارة عن X في Y في Z بتساوي 1000. هاي عبارة عن معادلة
الآن هذا اقتران، هذا الاقتران هل هو اقتران الجي ولا اقتران الاف؟ لكن انا عشان اميز بالامتحان هذا هو الجي ولا هذا هو الاف، يعني لما اجيب هذا على جهه واحده اسميه جي ولا اسميه اف؟ اللي بيحكمني الشيء اللي طالب له مينيموم وماكسيموم، هو طالب مينيموم سيرفيس اريا، فالسيرفيس اريا هو اللي بدي اسميه اف، اذا هذا هو الجي. وعاده الجي بتكون معلومه كامله، يعني بحكي لي مثلا حجمه يساوي 1000، طوله يساوي 10، حاصل ضربه يساوي 15، معلومة كاملة بتكون. هاي المعلومة الكاملة، أو أنتوا كنتوا تسموها يمكن بالتوجيه المعادلة المساعدة، تمام؟ هاي المعلومة الكاملة إحنا بنعتبرها هي معادلة الجي. فأنا بهذا السؤال باجي بحكي أنه أنا في عندي جي إكس واي زد هي عبارة عن إكس واي زد ماينس 1000، ودائما معادلة الجي على طول جنبها بتحطوا جنبها هي معادلة رقم 4، تمام؟ هي معادلة رقم 4. طب شو معادلة 1 2 3؟ معادلة رقم 1 2 3 هي معادلات اللاجرانج، تمام؟ دائما رح نيجي نطلع هون بهاي الاسئله مثل هذا النوع من الاسئله اللي هو تطبيقات القيم القصوى، تمام؟ اللي هو بيطلب مني مينيمم سيرفيس اريا، ماكسيموم مثلا فوليوم، تمام؟ او بيطلب مني شغلات حناخذها كمان شوي، هاي كلياتها حنيجي نستخدم فيها طريقه لاجرانج، حتكون اسرع طريقه للحل. هي طلعت اقتران الجي، طب اقتران الاف مش معطيني اياه. هلا هذا النوع الأسوأ او الاصعب بالامتحان، انه الاف ما يكون عندكم اياه، انتم تحاولوا تطلعوا قيمته من خلال شغله بسيطه. هلا شو معنى سيرفيس اريا؟ سيرفيس اريا هي مساحه الاوجه. هلا تعالوا نشوف الاوجه اللي عندنا. انا بشكل عام البوكس مكون من 6 اوجه. الوجه الاول هو الوجه اللي تحت اللي هو عباره عن حاصل ضرب اكس في واي، تمام؟ في عندي الوجه الثاني اللي هو حاصل ضرب اكس في زد، والوجه الثالث اللي هو حاصل ضرب اكس سوري واي في زد، وكل وجه مكرر مرتين. فانا فعليا السيرفيس اريا لاي بوكس في العالم هو عباره عن 2 من اكس واي و2 من واي زد و2 من اكس زد. يعني هذا الوجه اللي تحت موجود منه واحد تحت وواحد فوق، تمام؟ كل وجهين متقابلين بيكونوا متساويين كمساحه. فانا عندي 6 شغلات، هي طلعت تنتين تنتين تنتين، في عندي 6 اوجه، هي مساحاتهم اكس في واي، طول في عرض طول في عرض طول في عرض. هيك طلعنا احنا 6 اوجه. هلا بدكم تنتبهوا بالامتحان ممكن يلعب بالسؤال يحكي لكم مش بوكس، يحكي لكم اوبن بوكس. شو معنى كلمه اوبن بوكس؟ يعني بوكس مفتوح. ممكن هذا البوكس المفتوح يكون فيه ايش، يعني واحد من الاوجه مفقود، فانتم بتقدروا تختاروا اي واحده من هدول الثلاث، ما تضربوها باثنين، مش شرط الاكس واي، لانه انتم ممكن تروحوا تسموهم، هذا فرض، انا بالاخر ممكن اسمي اكس زد واي عادي، انتم سموا زي ما بدكم. فالمهم اي واحده من هدول الثلاث، اي واحده من هدول الثلاث بتقدروا انتم ايش، بتقدروا انتم مثلا تشيلوا منها الضرب 2، متى؟ اذا كان السؤال حكي لكم اوبن بوكس، يعني بوكس مفتوح مش مسكر، تمام؟ هو اصلا ممكن يكون مفتوح من هون، ممكن يكون مفتوح من تحت، ما بنعرف. فهذا بالنهايه فرض. طيب شو بعمل هلا؟ باجي بطبق معادلات لاجرانج. معادلات لاجرانج، معادله رقم 1 تحكي لي اف سب اكس بتساوي لامدا جي اكس، واتفقنا تجنبوا الاختصارات الا بالارقام. اف سب اكس اشتقوا هاي المعادله بالنسبه لاكس، هي عباره عن 2 واي زائد 2، هاي ما فيها اكس، صفر زائد 2 زد بتساوي لمدا جاهزه. لمدا بدها تنضرب بجي اكس، جي اكس هي عباره عن واي في زد، هاي معادله رقم 1. نيجي نكتب معادله رقم 2. معادله رقم 2 بدي اشتق بالنسبه لواي وجي بالنسبه لواي. لما نشتق اف بالنسبه لواي حتكون عباره عن 2 اكس زائد 2 زد بتساوي لمدا في اكس زد، هاي معادلة رقم 2. معادلة رقم 3 رح تكون عبارة عن لما نشتق بالنسبة لزد حتصير 2x زائد 2y بتساوي لمدا xy، هاي هي عبارة عن معادلة رقم 3. وعندي معادلة رقم 4. هيك صار عندي 4 معادلات بـ4 مجاهيل. شو هم الـ4 مجاهيل؟ x y z لمدا. لمدا قيمة ما بتهمني، تمام؟ لمدا نتذكر انه هي قيمة ما بتهمنا، احنا بهمنا x y z. تعالوا شوفوا شو بدنا نعمل هون عشان نطلع اكس واي زد. اسهل واسرع طريقه لحل 4 معادلات بـ4 مجاهيل ولا تستخدموا غيرها، تمام؟ هي كالتالي: تيجي بتقسموا معادل رقم 1 على معادل رقم 2، بعدين تقسموا 1 على 3، دائما التزموا بهذا الترتيب: 1 على 2، 1 على 3. شوفوا كيف حيطلع معكم الحل مباشر. اقسموا 1 على 2، نحكي ايكويشن 1 على 2، شو راح ينتج فيه؟ حيطلع معي 2 واي زائد 2 زد على 2 اكس زائد 2 زد هي عبارة عن لمدا واي زد على لمدا اكس زد. يلا نبلش اختصارات. زد وزد راحوا، لمدا ولمدا راحوا، تعالوا نضرب ضرب تبادلي. بالضرب التبادلي هيطلع معي 2 اكس واي زائد 2 اكس زد بتساوي
اتنين اكس واي زائد اتنين واي زد. نختصر الشغلات المتشابهة، صار عندي 2 اكس زد بتساوي 2 واي زد، برضو الاثنين مع الاثنين راح تروح، والزد مع الزد راح تروح، طلع معي بين هون واي بتساوي اكس. استفدت لما قسمت 1 على 3 انه واي بتساوي اكس. هلا بنقسم 2 1 على سوري لما قسمت 1 على 2. هلا نقسم ايكويشن 1 على ايكويشن 3، تمام؟ تعالوا نشوف شو راح يطلع معنا. حيطلع معنا 2y، اكتبها تحت 2y plus 2z over 2x plus 2y equals لامدا y z. هنا لامدا x y، لامدا ولامدا راحوا، y وy راحوا، ضرب تبادلي 2xy زائد 2xz بتساوي اضربوا z 2x زد زائد 2 واي زد. 2 اكس زد 2 اكس زد راحوا بالكامل، الاثنين هاي مع الاثنين هاي راحت، الواي هاي راحت مع الواي هاي، طلع معي زد بتساوي اكس. طب شو استفدت؟ هلا بترجعوا لاهم معادله في السؤال، هي معادله رقم 4 اللي هي معادله الجي. هلا انتم صار عندكم زد بدلاله اكس، واي بدلاله اكس، ترجعوا للمعادله اللي هون، الزد عباره عن اكس والواي عباره عن اكس، تمام؟ طب هذا شو معناته؟ هذا معناته انه اكس تكعيب بتساوي 1000. اذا اكس شو بتساوي؟ 10. بما انه اكس 10 عوضه برضه واي 10 وبرضه زد 10. هيك انا طلعت الابعاد تبعتي. بقول لي هاي الابعاد، تمام، هي الابعاد اللي راح تعطيني مينيموم سيرفيس اريا، هي الابعاد اللي راح تعطيني مينيموم سيرفيس اريا اذا كانت الاكس 10 والواي 10 والزد 10. هلا انتبهوا لشغله، احيانا بالامتحان ما بيطلع معكم قيمه واحده لاكس او لواي لزد، هون انا طلع معي بس جواب واحد يعني 10 10 10، احيانا بيطلع معكم مثلا 10 10 10 و5 5 5، تمام؟ هو ايش طالب مني؟ مينيموم سيرفيس اريا، فباجي بمسك هاي القيم وبرجع بعوضها بمعادله الاف، بشوف انو منهم راح تعطيني المينيموم. لانه ايش معنى هذا الكلام؟ انه واحده منهم حتكون هي الماكسيموم وواحده منهم حتكون هي المينيموم. هلا اذا طلع بالامتحان بس قيمه واحده او جواب واحد يعني 10 10 10 فهذا فاينل انسر، هذا الجواب هو فاينل انسر. اذا بالامتحان بده قيمه، تمام؟ هلا هون شو طالب مني؟ طالب مني الدايمنشنز، يعني الدايمنشنز انتهى السؤال 10 10 10. احيانا بالامتحان مش بس بيكتفي يطلب الدايمنشنز، بيطلب مني السيرفيس اريا نفسها، بيحكي لي شو هي المينيموم سيرفيس اريا، فبقول له خلص بعوض مكان اكس هون 10 مكان واي 10 مكان زد 10، بعوضها هون بهاي المعادله بيطلع معي جواب. هذا الجواب هو عباره عن المينيموم سيرفيس اريا، هذا الجواب هو المينيموم سيرفيس اريا، تمام؟ هلا اذا كان مره ثانيه اذا كان في اكثر من خيار بعوض هدول هون وبعوض الرقم الثاني او الجواب الثاني هون، بشوف مين منهم المينيموم ومين منهم الماكسيموم، تمام؟ طب ممكن نفس السؤال يطلب مني الماكسيموم؟ لا، تمام؟ خلص هو هون السؤال طالما طلع معي هدول معناته هو هذا زي كأنه انا ما بقدر اطلع الا المينيموم. مره ثانيه ضروري تلتزموا بترتيب الحل، بتقسموا دائما الاولى على الثانيه بعدين الاولى على الثالثه، مش واحد يحكي لا انا بدي اقسم الاولى على الثانيه والثانيه على الثالثه، دائما بتثبتوا أولى على الثانية، أولى على الثالثة تكون مشتركة. هدف هاي الطريقة اللي أنا بعلمكم إياها عشان يطلع معكم Y بدلالة X وZ بدلالة X. شو بتستفيدوا؟ بتمسكوا الواي بتحطوا مكانها قيمتها بدلالة X، وبتمسكوا الزد بتحطوا قيمتها بدلالة X بمعادلة رقم 4 اللي هي أنتوا أصلا بتكونوا مخدينها بالسؤال من معلومة كاملة موجودة في السؤال، فبصير عندكم معادلة من مجهول واحد هو الإكس. ولاحظوا بكل الحل تبعي ما اهتميت أبدا أطلع قيمة لمدا، بقدر اطلعها طالما انا قدرت اطلع اكس واي زد، بس ما لها معنى، تمام؟ مشان هيك احنا ما بنهتم بلمدا الا انه هي شيء مساعد فقط، عباره عن شيء مساعد. ناخذ كمان اكزامبل على الشيء اللي حكيناه قبل شوي. السؤال بحكي لي فايند 3 بوزيتيف نمبرز، تمام؟ بدي ثلاث ارقام موجبه هو السم از 100. لاحظ عندي ثلاث ارقام وليكن هاي الارقام اسمها اكس واي زد، معطيني x زائد y زائد z، بحكي لي حاصل جمع هاي الثلاث ارقام 100. لاحظ انه هذا أو هذا الاقتران عبارة عن إيش؟ معلومة كاملة، يعني هو بحكي لي ثلاث أرقام مجموعهم 100، فأنا مغمض بحكي إنه هاي المعادلة هي معادلة الجي اللي هي معادلة رقم 4، تمام؟ بسميها جي إكس واي زد بتساوي إكس زائد واي زائد زد ماينس 100، تمام؟ هلا الإشي المعادلة الثانية هي اللي حيطلب لي فيها الماكسيموم والمينيموم، شو بحكي لي؟ بحكي لي هوز برودكت از ماكسيموم، برودكت هو حاصل ضربهم، بحكي لي بدي حاصل ضربهم هو الماكسيموم، يعني الاقتران تبعي اللي بدي اطلع له ماكسيموم او مينيموم اسمه اف اكس واي زد حاصل ضربهم، اكس ضرب واي ضرب زد.
احكي لي بدي اطلع الماكسيموم الابسوليوت ماكسيموم لهذا الاقتران، تمام؟ فهذا الاقتران هو اقتران الاف، المعلومه الكامله هي اقتران الجي. الان ببلش اطبق المعادلات تبعتي، دائما انا بحب اسمي معادله رقم 4 قبل ما احط 1 2 3، تمام؟ وهي المعادله الاساسيه اللي حتحل لي الاقتران هذا، اللي هي حارجع لها باخر السؤال. نبلش معادله رقم 1 اللي هي راح تكون اف سب اكس بتساوي لمدا جي اكس. تطبيق مباشر، اف سب اكس عباره عن واي في زد بتساوي لمدا في 1، تمام؟ المعادلة الثانية اللي هي مشتقة بالنسبة لـ x، هسا المشتقة بالنسبة لـ y، المشتقة بالنسبة لـ y x z برضه شو راح تكون؟ 1. المشتقة بالنسبة لـ z راح تكون عبارة عن x y بتساوي لمدا، هاي معادلة 1، معادلة 2، معادلة 3، زي ما تعلمنا، بقسم 1 على 3 بعدين 1 أو سوري 1 على 2 بعدين 1 على 3، بنحكي 1 تقسيم 2، شو راح يطلع معي؟ هي عبارة عن y z على x z تساوي لمدا على لمدا، لمدا مع لمدا راحت، x مع او سوري z مع z راحت، طلع معي بالضرب التبادلي y بتساوي x. وانا حكيت لكم دائما بهي الطريقه لما تقسموا 1 على 2 راح يطلع معكم معادله y بدلاله x، 1 على 3 راح يطلع معكم z بدلاله x، شو بيطلع معكم؟ بتعوضوها بالمعادله الاصليه. هلا نيجي نقسم 1 على 3، لما تقسموا 1 على 3 راح يطلع معي y z over x y، هي من اولها راحوا هدول مع بعض، لمدا على لمدا راحوا، يعني طلع معي زد برضه بتساوي ايش؟ زد بتساوي اكس. هلا برجع على معادله رقم 4، الواي اكس والزد اكس يعني 3x بتساوي 100، يعني اكس فعليا بتساوي 100 على 3، طلع معي اكس بتساوي 100 على 3، بما انه واي بتساوي اكس فهي برضه 100 على 3، وزد بتساوي اكس هي برضه 100 على 3. بتعرف شو معنى هذا الكلام؟ يعني السؤال بحكي لي اعطوني، اعتبروها حزيره، بتحكي لكم بدي ثلاث ارقام حاصل جمعهم 100، خذوا اي ثلاث ارقام حاصل جمعهم 100 بس بدي حاصل ضربهم اكبر ما يمكن، يعني اكبر ناتج ممكن. ممكن واحد يحكي ممكن اخذ مثلا 98 و1 و1، 98 و1 و1 مجموعهم 100 لكن حاصل ضربهم كم؟ 98. هلا اكبر حاصل ضرب لما تاخذوا 100 على 3، يعني تقريبا 33 33 33، هذا حيعطيكم اكبر حاصل ضرب اللي هو 33 ضرب 33 ضرب 33، هاي فكره هاد السؤال، تمام؟ هلا اذا بدي شو هو الماكسيموم برودكت لإلهم، بعوض او بضرب هاد في هاد في هاد، يعني بعوضهم في معادله الاف، تمام؟ لكن هو هذا السؤال شو بده؟ بده ايش هم الارقام؟ فانا بحكي له هاي الارقام هم ايش؟ هم 100 على 3 100 على 3 100 على 3. بالامتحان ما بيكون كاتب لي اكس تساوي واي تساوي، هو بده ايش هم الثلاث ارقام؟ انا سميتهم اكس واي زد، ممكن واحد يسميهم اي بي سي ويكون الفانكشن تبعه اسمه اف اي بي سي، وهون يكون اي زائد بي زائد سي، الفانكشن هون يكون اسمه جي اي زائد بي زائد سي، جي اي بي سي سوري، تمام؟ فهي بالفكره بالنهايه انه ايش هم الثلاث اعداد؟ هم عباره عن 100 على 3 100 على 3 100 على 3 بغض النظر عن ترتيبهم، تمام؟ يعني حتشوفوا باسئله ثانيه مش شرط هدول يكونوا متساويين، ممكن مثلا هاي 100 على 3 100 على 3 والثانيه تكون 100 على 5، ممكن تكون هاي هي الاكس، ممكن تكون هاي هي الزد، تمام؟ فاحنا بالنهايه بهمنا ايش هم هدول الثلاث اعداد. تعال ناخذ كمان اكزامبل. سؤال بحكي لنا find points on the sphere، تمام؟ معطيني معادلة السفير x تربيع زائد y تربيع زائد z تربيع بتساوي 36 that are closest. كلمة closest دائما دائما كلمة closest على طول بترجمها ل minimum distance. هو بيقول لي بدي نقطة، ايش معنى closest؟ يعني أقرب ما يمكن، بدي نقطة تكون أقرب ما يمكن لنقطة ثانية. شو معنى نقطة أقرب ما يمكن لنقطة ثانية؟ بدي أقصر مسافة بين نقطتين. إذا closest هي معناها إيش؟ minimum distance، يعني هو زي كأنه، لأنه أنا بالآخر لابد إني أحول السؤال تبعي ل minimum أو maximum أو absolute minimum أو absolute maximum. فهذا السؤال فعليا أنا بدي أطلع absolute minimum، بس إيش القانون اللي بدي أستخدمه؟ قانون distance. إذا قانون ال fxyz، إحنا حكينا fxyz هي اللي بدي أطلع لها ال minimum أو ال maximum، هو قانون distance. ال distance تبعتي لو وليكن النقطة تبعتي اللي هي هاي حنسميها x y z، فعليا قانون الديستنس تبعنا راح يكون عبارة عن x minus 1 squared زائد y minus 2 squared زائد z minus 2 squared، تمام؟ طب شو هي معادلة الجي؟ هيها احنا حكينا اصلا انه معادلة الجي دائما عبارة عن معادلة كاملة بعطيني اياها بالسؤال، اما بشكل مباشر او بشكل غير مباشر. هداك السؤال مثلا كان حاصل جمعهم 10، هنا اعطاني اياها جاهزة على شكل معادلة كرة، فهي هي معادلة رقم 4 لما اكتبها على شكل اقتران جي اكس واي زد هي عبارة عن اكس سكويرد زائد واي سكويرد زائد زد سكويرد ماينس 36
أعطتني هاي المعادلة. صار عندي معادلة رقم 4، هلا بنبلش معادلة رقم 1 2 3. معادلة رقم 1 f sub x بتساوي لامدا جي x، f sub x 2 في x ماينس 1 بتساوي 2 x لامدا، تمام؟ في عندي بعدين 2 في y ماينس 2 بتساوي 2 y في لامدا، وفي عندي 2 في z ماينس 2 هي عبارة عن 2 z في لامدا، تمام؟ طبعا الاثنينات هاي كلها راح تروح زي ما تعلمنا. نسمي اول اشي المعادلات تبعتي 1 2 3. اياكم تستخدموا طريقة تانية لايجاد اكس واي زد، احكي لكم حتى اسرع من الكالكوليتر، انكم تقسموا 1 على 2 1 على 3 اسرع. تيجوا بتقسموا 1 على 2 بالبداية، بنحكي equation 1 على 2 هي عبارة عن x minus 1 على y minus 2 بتساوي x لامدا y في لامدا، لامدا مع لامدا راحت، ضرب تبادلي x y minus y بتساوي x y minus 2 x، x y مع x y راحت، شيلوا الماينس مع الماينس طلع معي y بتساوي 2 x. وأنا دائما حكيت لكم لما تقسم 1 على 2 رح يطلع معكم معادلة y بدلالة x، لما تقسم 1 على 3 حيطلع معكم z بدلالة x عشان تمسكوهم وتعوضوهم بمعادلة رقم 4. هلا نحكي equation 1 على 3، 1 على 3 حتكون عبارة عن x minus 1 على z minus 2 بتساوي x لامدا z لامدا، هاي مع هاي راحت بالضرب التبادلي x z minus z بتساوي x z minus 2 x، x z مع x z راحت واضرب الطرفين بنيجاتيف هتصير z بتساوي 2 x. صار عندي قيمة z وقيمة y، تعالوا نعوضها في المعادلة اللي هون، x تربيع زائد ال y 2x ربعوها بتصب في 4x تربيع، يعني بصف عندي x تربيع زائد 4x تربيع زائد 4x تربيع بتساوي 36، هدول 9x تربيع اقسموا على 9 بيطلع عندي x تربيع بتساوي 4، يعني x بتساوي 2 و x بتساوي سالب 2. هلا لما x بتساوي 2 y بتساوي 4 و z بتساوي 4، هلا لما x بتساوي سالب 2 y بتساوي سالب 4 وزد بتساوي سالب 4. كم نقطة طلع بعمل المحصلة؟ البوينت الأولى اللي طلعت معنا هي عبارة عن نقطة 2 4 4، تمام؟ البوينت الثاني اللي طلعت معنا هي عبارة عن ماينس 2 ماينس 4 ماينس 4. لاحظوا أنه أنا طلع معي نقطتين، إذا في واحدة منهم رح تعطيني الماكسيموم الأبسوليوت ماكسيموم، واحدة رح تعطيني الأبسوليوت مينيموم. اللي عشان أعرف شو اللي حيعطيني أبسوليوت ماكسيموم أبسوليوت مينيموم بدي أعجي أعوض هاي النقطة في الاقتران الأصلي اقتران الإف. اللي بتعطيني أكبر ناتج تعويض هاي ماكسيموم، اللي بتعطيني أقل ناتج تعويض هي المينيموم. لو جربتوا تعوضوا 2 4 4 تمام، تعوضوا 2 و 4 و 4 حيطلع معكم 1 زائد 8 رح يطلع الجواب 9، بينما هون رح يطلع معنا الجواب 2 و 70 زائد 9 يعني رح يطلع معنا الجواب 81. لاحظوا إنه هاي البوينت 2 4 4 هي اللي أعطتني المينيموم، إذن النقطة اللي بتعطيني المينيموم، لأن هذا السؤال طالب مني اللي بتعطيني مينيموم ديستانس هي عبارة عن 2 4 4. لكن انتبهوا بهذا السؤال، ممكن امتحان ما يطلب منكم النقطة اللي بتعطيكم المينيموم ديستانس، ممكن يطلب منكم المينيموم ديستانس نفسها. هلا في حال طلب مني المينيموم ديستانس نفسها فبهذا السؤال بهمني ناتج التعويض. بس نتذكر احنا بهذا السؤال لما اجينا حسبنا معادلة ديستانس ما حطينا جذر تربيعي. ليش ما حطينا جذر تربيعي؟ عشان الاشتقاق يكون اسهل. هلا دائما لا تحطوا جذر تربيعي اذا كان طالب منكم مينيموم ديستانس، بس اذا طلب منكم المينيموم ديستانس نفسها ما بيكون الجواب 9، فعليا المينيموم ديستانس هي عباره عن جذر التسعة اللي هي عباره عن 3. ولو جربتوا هذا السؤال من البدايه تحطوا جذر تربيعي وتحلوا نفس الخطوات بالضبط حتلاقوا انه هاي النقطه وهاي النقطه ما تغيرت كنقطه، ما راح تتغير. اللي حيتغير هو قيمه الديستانس المينيموم ديستانس او الماكسيموم ديستانس تبعتنا، تمام؟ فبهذا السؤال فعليا احنا لو طلب منا المينيموم بس كنتوا تنتبهوا انكم تاخذوا الجذر، لكن كبدايه اياكم تحطوا جذر تربيعي لمعادله الديستانس، حيطلع معكم مشتقه كثير صعبه اصعب بكثير من هذا الحكي، فهي نقطه بس خلوا بالكم منها.